السلام عليكم، هلا والله. اليوم واخيرا راح ابدي سلسلة صانع العاب يا حبيبي، سلسلة الحاج ضيوف. يا شباب اغلبكم يقول لي مصطفى الغيها ما اريد هالسلسلة، تردون الشخصية بشخصيتي يا شباب. فاللي راح يصير راح نبدي سلسلة صانع العاب، وللناس اللي تريدنا نلعب بالدوري السعودي اكيد راح نبدي بالدوري السعودي لعيونكم يا شباب، وننطلق من الدوري السعودي لكن بدون سكبات. لا 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 لا، هذه سلسلة طويلة. فكل اللي اطلبه من عندكم هو زر اللايك والاشتراك بالقناة، شجعونا يا شباب حتى نستمر بهذه السلسلة، سلسلة حاج ضيوف. سبب وقوفها هو قلة الدعم، فاليوم إن شاء الله الدعم راح يكون ممتاز بهذه السلسلة. راح تكون جنسيتنا فرنسية، نلعب بالدوري السعودي، كيف؟ لا حد يسألني. اللاعب عمره 17 سنة، مستكشفين عرب راحوا جابوا اللاعب وخلوه يلعب بالدوري السعودي بعمر 17 سنة، لاعب ما مشهور نهائيا. الجنسية فرنسية يا شباب، عمود يكون عندنا منتخب قوي ونافس على الكرة الذهبية، وأنا أصلا أشجع المنتخب الفرنسي. هذه هي الطاقات المبدئية. تفاجأت إنه السرعة والتسارع عندي مفولة يا شباب من البداية، بينما مركزي هو وسط هجومي. هل أزيد العمر شوي؟ زدت العمر سنة يا شباب، خليته مواليد 2003، يعني عمره 18 سنة اللاعب. وهاي تفاصيل وجه اللاعب، بعدين نضيف لحية وهذه الأمور، تغيير الشعر إن شاء الله بالمستقبل. أوكي، بما أنه طاقتي قوية يا شباب، أتوقع راح أبدي بنادي الهلال ونروح ننافس العالمية لحد ما يجينا عرض من أوروبا. هدفي مع نادي الهلال تحقيق الدوري، هذا الهدف الأول أكيد. الهدف الثاني تحقيق دوري أبطال آسيا وممكن ننافس كأس العالم للأندية، فهذا هو هدفنا مع نادي الهلال، فراح نبدي مع نادي الهلال هذه المرة. الصعوبة أسطورة نخليه. أوكي، هسا السلسلة غير، هسا السلسلة بشخصية مصطفى يا حبيبي، فأكيد الأمور راح تكون مختلفة كليا. أول شيء طاقتنا يا شباب مثل ما تشوفون 69 الريتنج، 7 نقاط مهارة عندنا، تسارع عندنا، يا شباب هذه السرعة اللي شفناها هي السرعة الكلية اللي يوصل لها اللاعب. يلا مو مشكلة، نبدي ب 18 سنة ما عندنا مشكلة، اعتقد 18 سنة نقدر نطور اللاعب. اوكي، السرعة والتسارع ما راح اركز عليها من البداية، اكيد راح اركز يا شباب على التصويب. الانهاء عندنا 62 بس، لازم نزيد الانهاء شوية. تسديد عندنا 60، والله اللاعب ضعيف بالتصويب. تمرير قصير 72 يا شباب، فما راح اركز عليه حاليا. المراوغة عندنا 67، ننتظر شوي. قوة التحمل حلوة عندي 78، جيد 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 جيد. روح ركز على التسديد يا شباب، اهم شيء التسديد عندنا حيل ضعيف. وخلنا نعطي 3 نقاط بعد للتحكم بالكره، صار عندنا 70 تحكم بالكره، فطاقات اللاعب شويه طورناه باول طاقات. لازم يا شباب نركز لان اللاعب طاقاته اعتقد متواضعه مبدئيا. اول شيء راح نعطي سلسله التمريرات الحاسمه. رسميا الهلال يتعاقد مع مصطفى بعمر 18 سنه بس، فخلني نشوف هل راح نقدر نوصل ويسحبنا المنتخب الفرنسي او لا. يا شباب هدفنا المنتخب يسحبنا، واهداف كثيره عندنا اكيد. اول امور راح اتدرب عليها يا شباب، عندنا سيناريوهات هجمات المرتده وتحت الضغط تصويب، وعندنا متاهة المراوغة اللي نريد نطور اللاعب بالمراوغة والخفة. خلي نروح نلعب التمارين ونرجع. اوكي، اول تمرين جبنا بي اي، التمرين الثاني جبنا بي بعد اي، خلاص خلصنا التمارين كلها يا شباب على اي اي اي. هاي التمارين راح نمشي بها لحد نصف الموسم او نهاية الموسم. اوكي، انطونا 3 نقاط اكيد للتسديد مباشرة، صار عندنا تسديد 74. خلينا نعطي للرشاقة حبة. اوكي، ليفل 3 3 مهارات، طبعا كل تمرين نسويه نرتفع بالليفل وينطونا اكس بي. شباب مباشرة راح اطور عندي القدم الضعيفة، خلي تصير 4 نجوم حتى ارتاح من هذه الناحية. اوكي، عندنا مباريات ودية بكأس النخبة الآسيوية، اريد اثبت جدارتي حتى اكون اساسي الفريق. اوكي، الهلال ما يعتمدون على صانع الالعاب، وانا هذا الامر اللي تعبني الصراحة. يا حلعب بالسي ام يا ولد. اول مباراة انا ما موجود وعليه راح نسوي محاكاة سريعة. اوكي، فريقنا فاز، والمباراة الثانية فريقنا تعادل وانا بعد ما موجود. المباراة الثالثة فزنا 3-1. المباراة الرابعة فريقنا يفوز، وللأسف لحد الان المدرب ما جاي يعتمد علي نهائيا. هسا عندنا مباراة نهائي، للأسف فريقنا خسر بضربات الجزاء وخسرنا البطولة الودية. اوكي، عندنا 4 نقاط يا شباب، راح نسوي حركة مهارة 4 نجوم. اوكي، المدرب يقول لي راح ابدي بيك بالمباراة التالية. اوكي، يقول لي راح تبدي التحديات ويبدي الدوري، فاريد منك اداء عالمي. اول مباراة ضد الطائي بالدوري السعودي. شباب ما موجود انا بالتشكيلة الاساسية، المدرب يضحك علي ولا شنو؟ حبيبي يتحكم باللاعبين، انا ما اريد اتحكم باللاعبين. خلنا ننتقل للنتيجة. خسرنا المباراة الأولى، ما أدري وين مصطفى، ما موجود باللعبة ولا ما أدري. وصلت ليفل 5 وأنا لحد الآن ما نازل. شباب اللعبة مقلتشة، ما أعرف، يقول لي العب تحكم مصطفى ومصطفى ما موجود. أوكي يا شباب، أخيراً عرفت شلون ينزلني المدرب، أغير مركزي، لازم بالمركز اللي يلعب به بالخطة، فراح ألعب خط الوسط بهذا المركز. بس دي إم إف يا ولد، ال دي إم يا شباب، والله زحمة بهذا المركز. هذه مباراة ربع نهائي بآسيا كونتا الكب، أعتقد كأساسي.
دوري ابطال اسيا العفو، خلينا نروح نلعب الربع النهائي ويا رب نأدي. يلا ما عندنا مشكله، يلا سافرت البدايه انطلاق المواجهه، وخلي نتمركز صح ونصنع لعب صح وما نركز على التسجيل حاليا. اوه احنا فايزين بالذهاب 2-1 جيد. يلا سجل يا ولد، سجل يا ولد. الله 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 الله، يا سلام هدف اول 1-0 نتقدم. يلا العب يا حبيبي العب لي. يا الله كم ممكن اسجل هدفي الاول. يا عمري هدف ثاني، يا سلام. يلا يلا قوميز، الله 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 الله، يلا يا ولد يا سلام. الهدف الثالث 3-0 جلد. شباب اللياقة انتهت، لازم اي نقاط تجيني احطها على اللياقة، لازم نطور التحمل عند اللاعب. يا سلام يا الحارس قوميز. الله 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 الله، العارضة هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، يا عمري جول 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 جول. 4-0 حلو، انتهت المباراة 4-0، فزنا بأول مباراة، بس لحد الآن أنا ما سجلت. تقييم المباراة الأولى 8.4 جيد. ليش تقييم المباراة يا ولد؟ ليش شباب ليش نقصني؟ والله التقييم صحيح. مباراة ضد الاتفاق بالدوري، تقييمات يا شباب والمهام يظهر معلقة مثل ما تشوفون، أعتقد ما مضبوطة، ما أدري، أعتقد أكو مشكلة باللعبة. حلو جيبها العب لي. يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حلوة. هي هي هي، الله يا ولد جول. يا سأعرف الهدف يجي بسهولة باللعبة يا شباب، بس لابد أن نتفاعل الهدف. هذا هو أول أهدافي مع نادي الهلال. شوف 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 الاستلام والتصويب، الكرة تضرب القائم وتدخل للشباك. أول هدف بمسيرتي، لازم أركز أنا الصراحة على التصويب كثير، لازم نشوف المدرب شنو يطلب من عندنا وننفذ. أوكي تحقيق معدل الاستحواذ مشتغل، القيام بخمس تدريبات في ملعب الخصم، 5 تدخلات وليس تمريرات. الله الله، اوه خل اقوم بالواجبات الدفاعية، ضروري جدا، خل اغطي هذا. اوكي لا لا يا شباب، والله انا اشوف مركز ال ال ام افضل لي يا شباب من هذا المركز، اروح على الجناح افضل لي بكثير من مركزي اللي جاي العب بيه، اللي جاي ارجع بيه كثير. حلو على الطرف، يا سلام ارجع له. يلا هي هي، والله لا 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 يا العارضة. اوه 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 على الكرة، روح يا سلام حلوة. قوميز العب، هذه 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 هذه، الله يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، جول. هدف ثاني مع الشوط الاول، مع نهاية الشوط الاول يا شباب نتقدم 2-1، هدفين انا سجلتهم. لا 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 حرام، هدف التعادل. لازم اركز، لازم اصنع كرات لفريقنا. والله ضربه حره من هذا المكان، الله يستر. شو المدرب طالب مني انا اظلهم بالهجوم يا شباب؟ الله يستر الله يستر الله يستر. لا لا لا، اوف روح روح يا ولد روح. اعرف غيرت مركزي بس مضطر لان ماكو احد بهذا المكان. لا 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 لا، العب بنانا. يا سلام يلا يلا يا شباب. الله 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 الله. الحارس لا لا ضيعها يا ولد، لا الحمد لله الحارس. لا لا يا شباب، هدف الفوز للاتفاق يا حبيبي. شباب والله الصراحة مو أنا اللي أتحمل الخسارة، يعني لأن لاعبتنا ما أدوا، لياقتي نزلت، يعني ما أقدر أسوي شيء. شوف شوف شوف، ما أقدر أسوي شيء نهائيا. حلو هي هي بالراس، يلا أسست. خلاص سافرة الحكم، نخسر مباراتنا ضد الاتفاق رغم اني سجلت ثنائية. اوكي جبنا التقييم يا شباب المطلوب من عندنا، فالمدرب راضي علينا، احنا الفريق بعد مشكلته. اوه مباراة ضد نادي الشباب، اوكي خليني اشوف التدريب، لازم اطور شوي من اللياقة لان لياقتي خذلتني. عندنا 4 نقاط مهارة، فنروح نطور التحمل نوصله 81. اوكي خلينا نوصله 84 يا شباب، ونزيد بعد المراوغة. طبعا احنا حاليا بالمركز 15 بالدوري ب4 نقاط بس، بس لا غيركم هذا الشيء يا شباب، ان شاء الله الحلقة
الحلقة الجاية نصعد وناخذ المركز الأول. فريقنا قوي بس نحتاج شوية دفاع قوي المدرب. إن شاء الله بالحلقة الجاية يكون الأداء أفضل، وأعتقد راح أطلب مركز الـ LM جناح وسط يسار. إذا تردون هذا الشيء كتبونا بالتعليقات يا شباب حتى نغير مركزنا أشوفه أحسن، حتى يكون فعاليتي بالهجوم أكثر، لأن أنا أصلا لاعب وسط مهاجم. والحلقة الجاية بإذن الله راح نلعب ضد الشباب، وعندنا مباراة كأس، هذه المباراة نصف نهائي أعتقد بكأس آسيا، فنلعب إن شاء الله حتى مباراة الكلاسيكو ضد النصر. فحلقة الجاية راح تكون حلقة رهيبة بإذن الله. لايكاتكم، اشتراكاتكم، تنبيهاتكم، شكرا للمشاهدة وفي أمان الله.